بسم الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ربنا ألهمنا رشدنا وثبت أقدامنا فيما تحب وترضى يا كريم، وانصرنا على أعدائك أجمعين يا حنان يا منان يا من كلامه مبين وحكمه يقين. لا نشك في حكم الله لا في الدنيا ولا أثناء الحياة البرزخية ولا في الآخرة. نعود إلى الآية الكريمة. وإن تعدوا نعمة الله، النعمة ما لازم تحددها تشخصها وتعرف بها إلا إحنا إذا كان عاوناكم بالقرآن العظيم. نعمة الحياة، نعمة الصحة، نعمة العقل، نعمة الذاكرة، نعمة المخيلة، النعم، نعمة المال، نعمة الأوطان، نعمة كثير. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إذا حكم ربي قال لي لا أنا لا نحن لا أنتم مش نحصيه نعمة الله. تعدت وجوه النعمة، استمر وجود النعمة والنعم. أشكو منكم يعطينا غير ذلك، فتعالى وأنبئنا بما جهلناه. نسأل الله السلامة، أنتم أهل جهالة ولهذا لا عندكم كلمة عنا. لا نضيع وقتنا معكم إلا أن ندعو لكم بالهداية وأن نبلغكم ما جاء في القرآن العظيم والحديث القدسية والحديث النبوي الشريف الصحيح على سيدنا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ما هو صحيح بالنسبة لنا. عرفنا تلك الصحة ومدى الخير الذي نأخذه منها، وأنتم جهلتم كل الخير حتى ذاتك لا تعرف، فهل تجاهل بنفسك وبعد تقول أنا عالم؟ منين لك العلم؟ قل لمن تدعي في العلم فلسفة حفظت شيئا وغابت عنك أشياء، ألم تعلم هذا؟ أسأل الله السلامة.